الطاولة الأممية المستديرة قد تتسع لمقعدين إضافيين تشغلهما أفريقيا لتجلس بذلك إلى جانب اللاعبين الكبار. مسعى استحداث المقعدين دائمي العضوية في مجلس الأمن للقارة السمراء تدعمه واشنطن حاليا صاحبة العضوية الدائمة ومالكة إحدى بطاقات الفيتو. دعم محدود أو ناقص إن صح التعبير، فواشنطن التي تأمل بتثبيت قدم أفريقيا في المجلس لا تؤيد توسيع حق النقد لما هو أبعد منها والدول الأربع الباقية التي تملكه. أيضا مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تأمل أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام، فالخطوة حسب غرينفيلد قد تمكن الأعضاء من تحقيق إصلاحات بمجلس الأمن في مرحلة ما مستقبلا. موقف الولايات المتحدة لم يأتي خجولا، إذ سبقته مواقف من دول عدة داعمة لتوسيع أعضاء مجلس الأمن، فمسلسل الإخفاقات المتوالية لمجلس الأمن دفع أعضاءه للمطالبة بإصلاحه. هذه المسألة تتم مناقشتها منذ أكثر من عقد. وأيضا الأمال ليست كبيرة على اعتبار أن أي تعديلات ببنية المجلس وهيكليته يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة. الأخير بدوره يحتاج لموافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقد في مجلس الأمن. أيضا هي عملية مرهقة تمت آخر مرة عام 1973.